تطفو المادة حين تكون كثافتها أقل من كثافة محيطها السائل، ويطفو سائل فوق سائل آخر حين تكون كثافته أقل. مكعب حديد، مكعب خشب، هالمكعبين لهم نفس الحجم، لكن لاحظوا أنه مقدار جزيئات الخشب أقل من مقدار جزيئات الحديد. جزيئات الخشب متباعدة بينما جزيئات الحديد متراصة، لهيك كثافة مكعب الخشب أقل من كثافة مكعب الحديد. وهلأ بعد ما فهمت قصة الكثافة صار فيني أفهم مسألة الطفو. لاحظوا أنه مقدار جزيئات المادة في البطة أقل من مقدار جزيئات المي في نفس وحدة الحجم. كثافة البطة أقل من كثافة المي، لهيك بتطفو. لاحظوا كثافة القطعة النقدية أكبر من كثافة المي وأكبر من كثافة البطة، لهالسبب إذا وقعتها أكيد رح تغرق. غرقت، وهلأ شو صار فينا نستنتج من أحداث جولتي البحرية؟ نستنتج أنه كثافة الراديو كانت أكبر من كثافة مية البحر، لهيك غرق، بينما كثافة الدفتر كانت أقل من كثافة المي ولهيك طفى وما غرق. سكر 4 كاسات مي، بالكاسة الأولى ما رح حط سكر، بالتانية 2 معالق سكر، بالتالتة 4 معالق، وبالأخيرة 6 معالق سكر. لميزن عن بعض رح ضيف ملون طعام، وهلأ رح أبني برج أبو الشيك لمحاليل السكر. يا سلام، ليك 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 ما أحلاها. واضح جداً أنه إضافة السكر بيزيد من كثافة السائل. لاحظوا مقدار الجزيئات والأبعاد بينها في كل كاسة، نستنتج أنه المحلول الأصفر هو الأقل كثافة والأزرق صاحب الكثافة الأكبر، وبحسب مبدأ الكثافة والطفو السائل صاحب الكثافة الأقل بيطفو فوق السائل يلي كثافته أكبر، وهذا هو سر برج أبو الشيك لمحاليل السكر. لا هالمرة ملح. بيضة مسلوقة، وين حطيت التانية؟ أها لقيتها. هالوعاءين فيهم مي سخنة، رح أسكب بواحد منهم 1 2 3 4 5 معالق ملح، وحرك. الشغلة بدها شوية صبر. وبعدين تمام، جاهزين؟ إنه ليش هالبيضة طفت وهي غرقت؟ إضافة الملح زاد من مقدار الجزيئات في الوعاء، كثافة المي أقل من كثافة محلول الملح. هلأ كثافة البيضة الأولى أكبر من كثافة المي لهيك غرقت، بينما البيضة الثانية كثافتها أقل من كثافة محلول الملح لهيك طفت. كاسة مي وكاسة زيت، راح أحط شقفة هالكرتون فوق كاسة المي وأقلب كاسة المي فوق كاسة الزيت. رح زيح الكرتونة شوي بحيث أني أترك مساحة تلامس صغيرة بين الزيت والمي. الشغلة بدها شوية تركيز. نشحت، شايفين؟ مقدار جزيئات الزيت أقل من مقدار جزيئات المي. جزيئات الزيت متباعدة أكثر من جزيئات المي. كثافة الزيت بالتأكيد أقل من كثافة المي، ولأنه كثافته أقل بيطفو فوق المي، لهيك أول ما قلبت كاسة المي فوق كاسة الزيت جزيئات المي بلشت تنزل لتحت وتدفع جزيئات الزيت مكانها لفوق. وأخيراً بعد ما فهمنا قصة الطفو رح أجرب من شغلات عندي بالبيت أبني طبقات من السوائل بدون ما طبقة تختلط بالتانية، وبحيث أنه كل طبقة تطفو فوق الطبقة التانية. سائل جلي، دبس، عسل، أسيتون، حليب، خل، زيت، عصير توت. حتى أنجح بالمهمة لازم خمن كثافة كل مادة ورتب الطبقات تدريجياً من الكثافة الأكبر للأقل. نجحت التجربة.
وهيك منستنتج أنه الأسيتون الأقل كثافة، بعده الزيت أكثر كثافة، بعده الخل، بعده سائل الجلي، بعده الحليب، بعده عصير التوت، بعده الدبس، والأخير العسل الأكثر كثافة. يا عيني عليك يا أبو الشيك.